طبعا انا بقالي فتره ما طلعتش لايفات الماظ، معلش بقى بسبب انشغالاتنا في حاجات كتيره يعني. فان شاء الله هنتظر معاكم على طول في لايفات الالماظ اللي يا رب ان شاء الله تعجبكم. بصوا بقى يا جماعه، النهارده جبت لكم كوليكشن تحفه خواتم وسلاسل، والالماظ مش بالكميه، مش بحجم الكميه اللي احنا بنطلع بيها، لان كل بيس من الالماظ محتاجه وقت طويل جدا ان احنا نحكي على جمالها. يعني الذهب ساعات بتبقى بتلاقي كله اشكال شبه بعض، لكن الالماس بتبقى البيس بتاعته مختلفه، يعني كل شكل بيبقى غير التاني، كل شكل محتاج حكايه وقصه وروايه عشان نحكي بجمالها وشياكتها وتكوين الاحجار والسيتنج بتاع الاحجار جوه الشكل، سواء سلسله سواء خاتم. يعني انا النهارده جبت كوليكشنات خواتم وحاجات دبل تحفه تحفه، كل ما اجي افتح كيس من الدبل الاقي الدبله مختلفه عن قبلها، هتجنن اكتر من اشكال الدبل. هتحبوا بقى دلوقتي نبدا مع بعض السلاسل الاول ولا نبدا دبل؟ انا اقول نبدا سلاسل عشان نخلصها، عشان هي ايه مش جايباها كتير قوي، بس جايباها بيسز محترمه. شوف بقى السلسله التحفه دي، بص شكلها عامل ازاي، بص شكلها عامل ازاي، بص شكل اصلا السلسله عامله ازاي، بص الروز جولد وشكل الجرومنت مختلف عامل زي الهوك الحبال، بص شكلها عامل ازاي، بص الشكل بتاعها، بص السيتنج بريشر بتاعتها الاوفر مع المربع مع السيتنج بريشر، بص السلسله عامله ازاي، فيها كام حجر اصلا، بص جمالها، بص عامله ازاي وحلاوتها، بص شكل كام حجر فيها. لا بجد من الحاجات الحلوه قوي قوي بجد. ممكن برده نشوف سعرها بقى كمان. صراحه حلو بالنسبه للاحجار الكبيره اللي فيها، لان هي فيها كذا قرط الماس، غير كمان ان مش فيها دلايه واحده، ده فيها حوالي اربع دلايات، يعني دي دلايه الاوفل المربعه دلايه، السيتنج بريشر دي اللي على اليمين دلايه، اللي على الشمال دي دلايه، فيها اربع دلايات تعمل لها حوالي 42000 جنيه، 42000 جنيه بجد تحفه تحفه، 42000 جنيه ده كولي دايموند تحفه، حكايه بجد حكايه وتفاصيله حلوه قوي قوي قوي. بص شكله عامل ازاي، بص الشكل بتاعه، بص عرقه عامل ازاي، بص جماله، بص حلاوته عامل ازاي، حلوه قوي من الكولات الحلوه قوي اللي عجبتني قوي، قلت لازم طبعا ايه اوريها لك. عامل 42000 جنيه لان طبعا من الكولات المحترمه، ومش في دلايه واحده يعتبر، في اربع دلايات. بص بقى السلسله الشكل الثاني برده الروز جولد مع الدايموند، يا جماعه السنه دي حكايه 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 بجد. تفاصيل اصلا السلسله، ما انا بقول لكم الدايموند ده محتاج ان كل قطعه او كل بيس يتقال فيها شعر، يتقال تفاصيلها بتبقى مختلفه. بص شكل اصلا السلسله عامله ازاي، بص الاوفر مع السيركل عامله ازاي، بص شكلها عامل ازاي، بص تفاصيلها، بص شكلها عامله ازاي، بص حلاوتها وجمالها عامله ازاي، بص السلسله، بص الاوفر مع السيركل مع الروز جولد مع الهوك ده عامل ازاي، بص السلسله جمالها عامله ازاي، بجد من حاجات التحفه. وسعرها بقى يا جماعه حكايه، نجرب بقى سعرها كده، سعرها 35000 جنيه، 35000 جنيه كوليه محترم شكله تحفه، فيها اتنين دلايه، وعلى فكره برده فيها اكتر من كذا قرط الماظ. يعني بص بص دي الاوفل دي عامله ازاي، فيها ست بريشر كتير جدا وحجم الاحجار فيها كتيره، بص دي كمان عامله ازاي، بص السيتنج بريشر فيها عامل ازاي، بص حجم الاحجار فيها عامله ازاي. لا بجد حكايه حكايه حكايه. بص شكل الدلدله دي كمان في اللبس حلو قوي، بس عامله ازاي، ممكن تلبسوها كشجر من فوق، ترفعوها تعملوها، ما هو الهوك ده ممكن تحطوا البتاع دي في اي في اي واحده فيهم، يعني ممكن تعلقوها في اي واحده فيهم، شكلها عامل ازاي، بجد حكايه تحفه. لا بجد شويه كلهات عظمه، ولا بقى الكوليه الواو بقى السيتنج بريشر ده اللي ينفع بقى للمناسبات، ينفع للخروجات العاديه اللي ما بنقدرش نستغنى عنه، اللي بيبقى بديل للتنس، لان اللي بيشوفه من بعيد بيقول عليه حجر كامل، بيبقى بديل للتنس. بص جماله عامل ازاي، ده بقى بص حلاوته، بص جماله، بص الفص اللي في النص اللي هو السيتنج بريشر ده، بص جماله عامل ازاي، بص الكوليه كوليه محترم ده، بص يعني بجد على الحقيقه يا جماعه الدايموند حاجه ثانيه خالص. الدايموند محتاج ان كل بيسز يتقال عليها شعر، ان كل بيسز على الحجر اصلا جوه السلسله عامل ازاي، وضعه عامل ازاي، بص جماله عامل ازاي. بصوا دي بقى عباره عن ايه، دي عباره عن كلها سيتنج بريشر، والفاص اللي في النص ده سيتنج بريشر بس احجار كبيره. طبعا على الاسود بيبان قوي، طبعا جمال الدايموند على الاسود بيبان قوي قوي قوي، شكله حلو قوي. ده بقى عامل كام،
شوف كده عامل كام. هذا الخصم طبعا اللي لمسه عامله تعامل 40,000 جنيه. 40,000 جنيه كليه محترم، كله محترم. ينفع شبكه، ينفع مخروبه، شكله حلو قوي، شكله بجد يونيك وشيك، وشكله من الحاجات اللي بيسز يعني. كل قطعه في الالماس بجد اختراع، قطعه بيس صغيره في الالماس تحس ان انت معاكي حاجه فاليو يعني. نشوف بقى السلاسل النواعم، جبت لكم 5 سلاسل نواعم كده عشان مش كلها تبقى كولاهات وحاجات كبيره، بس السلاسل التحفه دي، السيتنج بريشر دي اللي هي ترند اصلا، بتتلبس على اي حاجه، ممكن تتلبس مع الدهب يعني، انت بتلبسيها كده كده، ممكن تلبسي معاها اي حاجه دهب، تلبسي معاها تحتها جورميت، تحتها اي حاجه من الحاجات اللي هي البيزك اصلا اللي كل الناس بتلبسها، اللي هي سلسله بتبقى قص واحد كده، بتيجي على النت ذقبه وبتتلبس كده، بتبقى حلوه قوي مع اي حاجه تحتها جورميت، بتبقى حلوه قوي. انزلها لكم اكتر عشان تبان سيتنج بريشر، بس من السلاسل الاساسيه قوي المطلوبه كتير في الدايموند، وحلوه قوي سعرها دي حلو مش غالي يعني، سعرها حلو، ممكن كمان تلبسيها في اي وقت الصبح بالليل، مش محتاجه ان انت تخرجي بيها مناسبه يعني. دي كام؟ تخيلوا دي كام؟ 15,000 جنيه. 15,000 جنيه. بصوا بقى يا جماعه حاجات تحفه تحفه يعني. انا الكم ده قلت احطه على رقبتي عشان بجد اشرحه اكتر، لانه بجد فيه حاجات حلوه قوي. بص السيتنج بريشر اللي فيه ده، بص عامله ازاي، بص جماله، بص الفص الكبير اللي في نصه برده سيتنج بريشر، بس فيه احجار كبيره كلها برنسس. بص شكل الكوليه وحلاوته عامله ازاي، بجد كوليه تحفه. ممكن بص طوله عامل ازاي، ممكن يتاثر كده على قد الرقبه على النك كده على طول. لا بجد شكله حلو قوي، الحاجات التحفه تحفه تحفه. ينفع على الحجاب الليل، ينفع شبكه، بجد من الكولات الحلوه قوي. احنا قلنا بقى ايه، وريتكم السلسله التحفه دي اللي تنفع بجد على اي حاجه، والصبح وبالليل وفي اي وقت، انما السلاسل اللي بيتك. بص السلسله، بص السلسله بريشر، بص على الرقبه تخليها عامله ازاي، لما تبقى على الرقبه تبص تحتها ممكن جورميت على فكره عادي، بص تحتها جورميت ذهب، بص تحتها عامل ازاي. دي من الحاجات البيزك اللي ممكن تتلبس اي وقت، بجد من الحاجات الحلوه قوي. والجورميت بقى التحفه بقى، الواو بقى اللي بجد بجد يعني مكسر الدنيا وما بيقعدش عندنا في المحلات خالص يعني. بص الجورميت التحفه ده، ده على فكره بيتلبس كده في كوليه، ممكن يتلبس كده شجر. بص الجورميت ده عامل ازاي، بص حلاوته عامله ازاي، بص السيتنج بريشر فيه عامل ازاي، بص عامل ازاي، بص جمال، بص الجورميت عامل ازاي. ممكن يتلبس كده كشجر كده، وممكن يتلبس ككوليه كده، هو برده طويل يتلبس كده او كده. بص الجورميت عامل ازاي وحلاوته، بص الدايموند بقى مع الجورميت حاجه بجد عظمه على عظمه يعني. بص جماله عامل ازاي، وكمل بقى الجورميت التحفه ده بكام، تتوقعه بكام، وكل الشكل والعرض ده وكميه الدايموند اللي فيه ده والاوفر الكبيره دي بكام؟ 29,000 جنيه. ب 29,000 جنيه جورميت تحفه تحفه بجد. حلاوه الجورميت مع الدايموند السنه دي عامله عظمه، سواء في الهوب يعني، الاشكال دي اشكال جديده برده، السلاسل مش الجورميتات، هي عامله زي الحبال كده، بس برضو من انواع الجورميتات. والروز جولد يا جماعه السنه دي ترند قوي، سواء الجورميتات او السلاسل. شوف بقى السلسله التحفه الروز جولد دي عامله ازاي، السلسله جمالها، بص عامله ازاي، بص السيتنج بريشر والحاجات اللي فيها عامله ازاي. الروز جولد عامل عظمه 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 مع الدايموند. بص جمالها عشان اشرحها اكتر عن قبل، بص جمالها عامله ازاي، بص السيتنج بريشر عليها عامل ازاي. بص بجد بيسز يعني، شكلها ممتاز او كمان حلو قوي قوي تحفه. وسعرها بقى يا جماعه ايه، تحفتين بقى. شوف بقى سعرها عامل ازاي، بس ده تحفه دي توقعه كام، اللي فيها بجد سيتنج بريشر كتير جدا، وطبعا تبان من بعيد اكنها وان ستون. عامله كام؟ فيها حوالي 5 سيتنج بريشر دي، عامله 17,000 جنيه. 17,000 جنيه بجد سلسله تحفه بعد الخصم اللي عاملينه ده، وفيها كميه دايموند رهيبه. بس شكلها عامل ازاي، بس جمالها، بس السلسله عامله ازاي، بص عليا شكلها تحفه بجد يعني. شويه سلاسل حلوين قوي، قلت كده اجيب لكم شويه سلاسل كده خفايف على كام واحده كده كوليه. ندخل بقى على الخواتم الجامده دي، بس نشوف برده السلسله دي، السلاسل الناعمه قوي قوي ورقيقه وشكلها حلو قوي، حلوه قوي 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 تحفه. بس كمان على رقبتي عشان اشرحها اكتر. بقول لكم يا جماعه كل بيسس في الدايموند عايزه بجد حكايه عشان اشرحها، حلوه قوي. بص شكلها عامل ازاي، بص شكلها، بص شكل السيتنج بريشر، وكانها شكل بتر فلاي من فوق مع
سمبوسه من تحت مع تراي انجل شكلها حلو قوي. تفاصيلها الدايموند يا جماعه الحقيقه حاجه تانية خالص غير السوبر، حاجه تانية خالص خالص يعني. شفت شكلها عامله ازاي؟ بص جمالها، بص الروز جولد يا جماعه عظمه السنه دي، ترند بجد. نشوف بقى كمان سعرها عامل ايه. كم سلسلة تحفة يتوقعوا كام؟ 14,000 جنيه. 14,000 جنيه سلسلة تحفة تحفة دايموند مع روز جولد عامل عظمة. والناس اللي تقولك انا ما بحبش الروز جولد وكده، طبعا انت كل واحد على ذوقه، كل واحد اللي هو عايزه. لو مش عايزاه روز جولد اعملها لك اي لون، اعملها لك بيور جولد اللون اللي هو الذهب العادي، اعملها لك وايت جولد اللون الابيض، اي شكل انت عايزاه، اي ستايل انت عايزاه انا ممكن اعمله. كل واحد ذوقه، كل واحد ممكن تكون هي ترند، تكون هي موضه، انا مش حابه الموضه دي، فكل واحد حسب ما بيحب. انا ممكن اعمل كل الاذواق اللي انتوا عايزاها. نشوف بقى السلسله العظمه دي بجد عظمه العظمه. بصوا الجرمات، الجرمات يا جماعه السنه دي عامل بوم، عامل بوم سواء في الذهب او الدايموندز. بصوا الجرمات، بصوا الروز جولد عامله ازاي. جرمات بقى لفه سيركل كده مع روز جولد، كل الجرمات فيه دايموند. الحته اللي نازله منها السيتنج بريشر دي، شوف شكلها عامل ازاي. شفت السلسله وجمالها عامله ازاي؟ بص السيتنج بريشر الكبيره دي، الحجر ده الكبير فيه برنسس وده سيتنج بريشر، وكل الجورميت السيركل ده فيه كله دايموند. فيها كميه دايموند رهيبه السلسله دي، حلوه قوي، من الحاجات الشيك قوي قوي يعني، تنفع في كل الاوقات، تنفع تلبس الصبح وبالليل في اي خروجه في اي مناسبه، من الحاجات الحلوه قوي. شوف بقى سعرها كام؟ سعرها 29,000 جنيه. لان الحجم الحجر اللي فوق ده اللي هو السيركل ده، حجم الحجر ده كبير وفي برنسس كتير يعني، فيها اكتر من قيراط شوية يعني، فيها برنسس كتير، داخلة في 2 قيراط على فكرة، ففيها كمية احمر كبيرة، تبقى ده كله مكتوب على ظهر الليبل. فمن الحاجات الحلوة قوي، من الحاجات اليونيك قوي، وبيسس قطعة قطعة بجد. وكمان ميزة الالماظ ان انتوا يا جماعة الموديلات ممكن انا اجيب مثلا بيس 2 ما قررش تاني اغير اجيب بيسز تانية. دايما الالماس بتختمي بيسز، بتلبسي قطع ما حدش لابس زيها، حاجه مختلفه. انا حتى لما بجيب الموديلات ما بكررهاش تاني، الا لو حد طلب مني حاجه بقى وخلاص وكده اوكي بجيبها تاني حسب الطلب اللي هو مطلوبه، لكن ما بحبش اكرر الموديلات اللي دايما تاني. الجرمتات حتى لما قررتها بس عملت اشكال مختلفه، جددت فيها، غيرت. حبيت بقى المره الجايه ان شاء الله مع تشكيله الجرمتات اللي جايبها لكم الجديده احط فيها الروبي مع الامرالد، هدلعوا يعني. النهارده كمان طالعه لكم المكتب عشان خاطر نقعد براحتنا بقى ودوشه المحلات والكلام ده، بس طبعا ده ما فيش مانع ان انا برده هطلع من المحلات، بس قلت النهارده كده ايه نطلع على الروقه اوريكم الحاجات الدلع التحفه دي. لسه الشغل جاي، قلت اول ناس لازم تشوفوه انتم تتفرجوا عليه. قلت بقى يا جماعه الخاتم التحفه ده اللي هو موديل سلنتير التحفه الجميل اللي يهبل ده. بص الخاتم المنتره بتاعته عاليه ازاي، والمفاجاه كمان الفص بتاعه التحفه ده، فص كبير على فكره مش فص صغير، فص 15 اوكس، يعني فص حلو قوي والفصوص الحلوه، الفص جاهز اهو، لا محتاجه بقى تركبي فيه فص ولا حاجه. وينفع شبكه محترمه مع اي دبل من دبل الكوليكشن التحفه ده. النهارده انا جايبه شويه دبل تهبل، انا كل ما اطلع من الكيس الاقي دبله مختلفه عن الثانيه، مفيش واحده شبه الثانيه، اشكال تحفه تحفه، هنشوفها كلها مع بعض دلوقتي. بص بقى يا جماعه الخاتم قلنا عليه المحترم التحفه ده اللي فيه فص 15 ده ب 24,000 جنيه. خاتم شبكه محترم تحفه، في كميه احجار حوالين الحجر الكبير ده، وتفاصيل باينه حلوه قوي قوي قوي، تفاصيله حلوه قوي، لا بجد يعني خواتم عظمه. شوف بقى الخاتم التحفه ده اللي فيه سيتنج بريشر ده، حلو قوي حلو قوي، سيمبل وهادي ورقيق، وممكن يعني هديه محترمه او ممكن شبكه برده مع اي دبله بسيطه يبقى شبكه، شكله حلو قوي، شكله من الخواتم التحفه، من الخواتم الحلوه قوي. السيتنج بريشر فيه كامل قوي. غير بقى سعره، سعره حكايه. تتوقعوا الخاتم ده بكام؟ الخاتم التحفه ده بكام؟ يعمل كام اصلا؟ 9,000 جنيه 9,000 جنيه بجد من نفسه، الخواتم الحلوه قوي. بس شكله عامل ازاي؟ شكله تحفه. اوريكم بقى عندي دبل عظمه، انا كل ما اجي افتح الشغل الجديد والاكياس الاقي دبله مختلفه عن الثانيه، اقول مش هحطها لا لازم احطها، اقول مش هحطها لا بجد اشكال دبل حلوه قوي. يعني مثلا ممكن اوريكم الدبل اللي هي كانت ب 2500 اللي كانت طالعه دي،
بس لا انت بلدي اعرض شوي من 2500، بس انت بلدي لا مش من 2500، بس انت بلدي عامله ازاي؟ مستقبلها دي اعرض شوي من اللي هي ب 2500، يعني ال 2500 رفيعه شويه هوريها لكم دلوقتي، بس دي اعرض شويه. شفت شكلها عامل ازاي؟ مستقبلها بص جمال الدبل عامله ازاي وتفاصيلها حلوه قوي بجد، من الدبل الحلو قوي سعرها كمان حلو قوي، بس هي طبعا اكبر من الثانيه اللي هي ب 2500. سعر الدبله بقى كام؟ مفاجاه. عشرة آلاف جنيه، لأن كمية الدايموند فيها كبيرة، ومن الدبل الحلوة قوي، الدبل اللي تفاصيلها باينة قوي وشكلها حلو قوي. بص عاملة ازاي الأحجار فيها، عاملة ازاي، بص شكلها من الدبل اللي ماسكة نفسها، ودبل محترمة وتقيلة كمان، حجم الدهب فيها كبير. شوف بقى الدبلة التحفة دي، الكارتير دي تحفة، الروز جولد دي عاملة ازاي، الدبلة دي كلها سيركل، كلها لفة، كلها لفة أصلا دايموند. بص شكل الدبلة عاملة ازاي، بص شكلها وجمالها عامل ازاي، بص شكلها عامل ازاي، حلوة قوي من الدبل الحلوة قوي وتفاصيلها حلوة قوي. الدبلة دي تعمل لها بتاع 14000 جنيه. بص الدبلة شكلها عامل ازاي. ويا جماعة الناس اللي دايما، الناس اللي دايما مالهمش اصلا في الروز جولد، انا ممكن اعملها لهم وايت جولد، اعملها لهم يلو جولد، اعملها لهم اي شكل هما حابينه يعني. بس انا شايفه ان الروز جولد حلو ترند قوي، بس في ناس لون بشرتها ما بيليقش على روز جولد يقول لك لا مش عارفه ايه، انا شايفه ان هو بيليق على كل انواع البشرات، بس اللي ما بتحبش كده ممكن اعمل لها الشكل اللي هي عايزاه. اوريكم بقى الدبله العظمه دي، انا حاولت اتقل في الدبل شويه لان هم قعدوا يقولوا ان الدبل اللي هي 2500 رفيعه قوي ما بتستحملش وكده، هي مينلي دبله محترمه، هم 2500 بس بتبقى عقل اكتر لان هي رفيعه شويه، فما بتبانش الا لما يكون معاها كذا دبله جنبها. بص الدبله بقى تخينا بحجم الدبل شويه، بص الدبله التحفه دي، بص الدبله دي، بص شكلها عامل ازاي، الدبله دي تحفه، الدبله دي 5000 جنيه. يعني تقلنا حجم الدهب شويه وكترنا حجم الدايموند شويه عشان تكون دبله محترمه تتلبس جنب اي دبله. يعني ممكن انا لبسها جنب الدبله بتاعتي اهي، بس شكلها عامل ازاي، ده اديتها فاليو، يعني شكلها اداها فاليو وقيمه اهي. دي ب 5000 جنيه، دي من الدبل ب 5000 جنيه، طيب دي ب 15000 جنيه، دي ب 15000 جنيه. بص الدبله دي بقى، دي ب 10000 جنيه. اقول لكم في دبل كل الاحجام وكل الاشكال دي ب 10000 جنيه. شكلهم عامل ازاي وحجمهم عامل ازاي، حجمهم حلو قوي. بص حجم الدبله عامله ازاي، شكلها عامل ازاي، حلوه قوي تفاصيلها، شكلها من الحاجات الحلوه قوي قوي. يعني نشوف بقى اشكال دبل ثانيه، نشوف دي بقى انتوا حظكم بقى، نشوف دي هتطلع من كام، بس شكلها حجم فيها الدايموند كبير، حجم الدايموند كبير والدايموند فيها حلو قوي، شكله عامل ازاي، بص حجمه عامل ازاي. نشوف بقى سعرها كام، نشوف ثانيه واحده اعمل لكم سعرها. بس الدبل التحفه دي ب 8000 جنيه. عندنا النهارده كل انواع الدبل من 5000 ل 8000 ل 10000 ل 15000، كل انواع الدبل، كل انواع الدبل عندنا. يعني بدانا نكتر شويه او نتقل شويه عن الدبله من 2500 اللي قعدت تقول عليها رفيعه، لا خفيفه، لا هي مش خفيفه رفيعه، هي دبله برده ليها فاليو وليها قيمه. حتى لو عندك ربع سنتيم في الدايموند، اي قطعه في الدايموند لها قيمه وليها يعني ليها فاليو، لكن قعدوا يطلبوا منا ان احنا نتقل الدبل شويه، تقلنا لكم الدبل، جبنا لكم ب 5000، جبنا لكم ب 8000، جبنا لكم ب 10000، جبنا لكم ب 15000، جبنا لكم اشكال كتيره، ولسه كمان هتكتشفوا اشكال دبل جديده واشكال جديده بس مع نفسك. بص الدبله بقى التحفه دي، الدبله دي موضوعها حلو قوي، شكلها حلو قوي بجد تحفه، دي تقريبا شكل روبورت كوين، دي ماركه كده زي بانجليت بس روبورت كوين. بص الدبله شكلها عامل ازاي، بص الدايموند عامل ازاي، والدايموند يا جماعه سيركل في كل الدبله، هوريه لكم كمان بالشيف سيركل. بص الدايموند عامل ازاي، ولون الدبله حلو قوي قوي، لان البليتد اللي فيه في الذهب الروز جولد مع الدايموند حلو قوي. بص شكلها عامل ازاي، حلوه قوي 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 الشكل، ويعني بجد الفاليو بتاعها عالي قوي. نشوف بقى سعرها كام، ب 14000 جنيه، ب 14000 جنيه دبله دايموند محترمه، ب 14000 جنيه دبله دايموند محترمه. لما بدات معاكم الدبل من سعر كام؟ من 5000 جنيه ل 8000 جنيه ل 10000 جنيه ل 14000 جنيه ل 15000 جنيه، جبنا كل الاشكال بتاعت الدبل المحترمه. بص برده في منها شكل تاني، شكل تاني حلو قوي، بص الشكل عامل ازاي، بص شكله عامل ازاي،
بصي شكل الروز جولد مع الدايموند عامل ازاي، ده برده شكل تاني، وهنلاقي برده سعرها مختلف عن اللي قبليها، لان طبعا كل دبل حسب حجم الدايموند اللي فيها، حتى لو نفس الشكل او قريبه من شكلها اكيد بتختلف، لان الدايموند اكيد مختلف زي الذهب، من اسوره لاسوره بتختلف. دي بكام الدبل التحفه دي؟ دي ب 9500، ب 9500 دايموند تحفه ب 9500. اصبحنا دلوقتي عندنا اشكال دبل كتير، ولسه هوريكم اكتر واكتر. لسه بصوا بقى الدبله التحفه اللي عطيت بتسالين عليها دي، اللي هي البيزك دي. بص الدبله دي عامله ازاي، بص جمالها، بص الروز جولد مع الدايموند عامل ازاي، بص خط الدايموند فيه عامل ازاي، حلو قوي حلو قوي، شكلها تحفه، من اشكال الدبل الحلوه قوي قوي قوي. نشوف بقى سعرها كام، دي من الحاجات الحلوه قوي بتمشي مع تونزات الدايموند، حلوه قوي يعني. دي ب 11000 جنيه، ب 11000 جنيه دبله دايموند محترمه، بس ب 11000 جنيه شكلها حلو قوي قوي قوي، ب 11000 جنيه. دلوقتي عندنا اشكال دبل كتيره واسعار كتيره حسب الاذواق اللي انت عايزاها وحسب الفلوس اللي انت عايزاها. بصي بقى الدبل الحكايه دي الجديده دي، بصي الدبل دي شكلها عامل ازاي، اللي فيها ستار دي، عشان انت نجمه وستار لازم تلبسي حاجه فيها ستار. بصي الدبله، بصي شكلها بحجمها عامل ازاي وعرضها عامل ازاي، بص جمالها، بص الستارز اللي فيها الدايموند كلها عامله ازاي. انت ستار ولازم تلبسي دبله ستار، ده شكلها. وبص الروز جولد اصلا مع الدايموند عامل ازاي، وسعرها بقى سعرها حكايه. لا 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 انا مش مصدقه السعر ده، لا انا مش مصدقه سعر الدبله دي. تخيلوا الدبله دي بكام، ده دي فعلا المفروض نعمل عليها توقف في اللايف. الدبله دي بكام، انا مش مصدقه السعر ده. الدبله دي سعرها كام، صدقوا السعر ده، الدبله دي سعرها 6480 جنيه. انا قلت مثلا تعمل 15000 تعمل 14000، 6480 جنيه. دبله دايموند محترمه، دبله تحفه، بصي تفاصيلها عامله ازاي، تحفه دي بجد. الترند بتاعنا اصلا في اللايف ده، بصي الستار عامله ازاي، دبله حلوه قوي وشكل مختلف عن الدبل. ال 5000 جنيه دبله اهي شيك محترمه، ال 10000 جنيه دبله محترمه شيك تحفه، ال 8000 جنيه دبله تحفه محترمه، 5000 8000 10000 دبل محترمه، طبعا اتقل من الدبله اللي هي ب 2500 شكلها حلو وفاليو بتاعها حلو قوي. برده اللي ب 2500 على فكره فاليو بتاعها برده حلو جدا، بس طبعا حسب الرغبات وحسب الاذواق وحسب ان انت شايفه شكل الدايموند عامل ازاي. ممكن واحد تكون لابسه دبله ب 2500 عندها احسن من دبله ب 10000 جنيه. فجبت لكم اشكال مختلفه واسعار مختلفه. نشوف بقى برده الدبله دي كمان، الدبله ديت اهي ب 11000 جنيه، دبله تحفه محترمه قوي شكلها شيك قوي. والدبله دي 15000 جنيه، لان هي السيركل الدايموند لافي فيها كلها، شكلها حلو قوي، فيها شكل روبورت كوين. شفنا الدبله دي ب 9000 جنيه، نفس شكل الدبله الثانيه بس طبعا الدايموند فيها اقل، ب 9000 جنيه شكلها حلو قوي. الدبله الكارتير التحفه المحترمه دي ب 15000 جنيه، ان طبعا شكل الدايموند فيها السيركل كله، كل الدايموند فيها السيركل لافي كله، شكلها عامل ازاي، شكلها حلو قوي ومحترمه قوي، الدبله الحلوه قوي. فالدبله يا جماعه بتاعتي اللي كل شويه تسالوني عنها، اللي مكتوب عليها بولجري اللي فيها كلها فسوس دايموند، دي تقريبا بحوالي 18000 جنيه اللي فيها كلها فسوس دايموند. وفي بقى الدبله اللي هي الستار التحفه اللي احنا قلنا ان هي الترند بتاع اللايف ده، ده ب 6480 جنيه. بص الدبله بحجمها وعرضها عامل ازاي، الستار دي بكام؟ 6480 جنيه، من الدبل الحلوه قوي. شوفوا بقى الدبله الواو دي التقيله اصلا دي، شكلها تحفه في الترند بجد دي برضه. بص الدبله شكلها عامل ازاي، بص الجورميت اصلا، بص الجورميت مع روز جولد، بص الجورميت كل الدايموند ازاي، فيها كميه دايموند رهيبه، شوف شكلها عامل ازاي، بص حجم الدبله، بص عرضها، بص تقولها كمان تقول تقيله يا جماعه، الدبله تقيله اصلا وحجم الدايموند فيها كتير، من الدبل المحترمه من الخواتم الحلوه قوي. بكام دي تتوقعوا بكام؟ ب 25400 جنيه، ب 25400 جنيه، حلوه قوي الدبله دي. بص بقى كمان يا جماعه الدبله التحفه دي، بص الدبله النهارده الحلقه مليانه شويه دبل احلى من الثانيه، كل دبله احلى من الثانيه، وكل دبله قصه وحكايه وشكل وبجد مختلفه تماما عن الثانيه. بص الدبله التحفه دي، بص الدبله وجمالها وتقل الدبله عامل ازاي، والدايموند فيها زي الدايموند كله سيركل يا جماعه، كل الدايموند اللي فيها سيركل في الدبله كلها. بص الدبله شكلها عامل ازاي، بص جمالها، بص حجم الدبله وشكلها وعرضها،
تقيله جدا عامله ازاي، وثمنها بقى كام بالنسبه؟ شوف ثمنها كده $23,000 دبله شكلها محترمه $23,000. نشوف بقى دبله ثانيه من الدبل التحفه اللي كل شويه الاقيها. بس الدبله، بص الجورميه تحفه ده، بص الدبله شكلها عامل ازاي، بص جمالها عامله ازاي، شكلها حلو قوي وتفاصيلها باينه حلوة قوي قوي، والدايموند فيها حلو قوي. بص الدبله حلوه قوي. كام الدبله دي؟ $9,500 دبله دايموند محترمه، دبله حلوه قوي. واو بقى نشوف الدبله الجامده قوي دي. بس الدبله عامله ازاي، بس الدبله عامله ازاي وتفاصيلها وحجم الاحجار اللي فيها، احجار كامله واحجار صحيحه مش سيتنج ولا شهر حاجه. بس حجم الدايموند فيها عامل ازاي، والكيرف اللي واخد الدايموند مع الدبله عامله ازاي. بص جمالها عامله ازاي، من الدبل الحلوه قوي. بص كمالها لبسناها مع دبله مثلا ساده وشكلها عامل ازاي مع دبله ساده، الدبل الحلوة قوي. شوف بقى ثمنها كام، الدبلة الطاقة دي توقعوا كام كمية الدايموند اللي فيها دي؟ ب 15,400 جنيه، مع طبعا الخصم الفظيع اللي لمسة عمال ب 15,400 جنيه. بص الدبلة وجمالها عاملة ازاي، بص تفاصيلها اصلا، بص جمالها عامل ازاي، بص الدبله وحجم الدايموند واخد الكيرف ازاي بتاع الدبله. لا بجد بجد كل دبله حكايه عن التانية. واو بقى بص الدبله بقى الكارتير مع الاكس عامله ازاي، بص جمالها عامل ازاي، بص الدبله عامله ازاي وجمالها. في منها كمان الوايت، بص بقى بص شكلها عامل ازاي، بص الوايت مع الروز جولد حبه كده، تلبس كده او تلبس كده. دي من الدبل المحترمه قوي، تقريبا سعرهم واحد، سعرهم تقريبا واحد، نفس الاحجار اللي فيهم هم واحد. بص الدبله عامله ازاي، 25,900 بجد دبله كارتير تحفه محترمه، والاكس اللي فيها عامل ازاي. في منها اللون ده كمان، الاتنين شكلهم عامل ازاي، طبعا الباركودات اللي بخدمها بس الدبلتين وشكلهم عامل ازاي، نفس الشكل ونفس الحجم بس الالوان مختلفه. ده روز جولد وطوي حلو قوي يا جماعه. انا كل شويه الاقي دبله مختلفه عن الثانيه اتجنن. وده برده حلو قوي، دي من الحاجات المختلفه. لمسه عامله كوليكشن دبل جديد يجنن جنن بجد، مش هتلاقوه في اي حته غير في لمسه بجد. يعني من الدبل الحلوه قوي. بس الدبله دي عامله ازاي، حلوه قوي كمان، خفيفه ممكن تلبس في اي وقت، تلبس تنامي بيها كمان، سعرها حلو قوي. $9,000 الدبله التحفه دي، ب 9,000 جنيه. بس انا مش يعني مش قادره اصلا اسيب كل الدبل اللي مفرقوا عليها، عشان بجد كوليكشن تحفه، كوليكشن تحفه. دي برده بتعملها تقريبا 15,000 جنيه، الدبل الحلوه قوي. في واحده اقل منها كمان اهي، دي بتعمل لها تعمل لها 10,000 جنيه. بس الدبله التحفه دي تعمل لها 10,000 جنيه. بس شكلها عامل ازاي، بس تفاصيلها 10,000 جنيه. احنا النهارده يا جماعه عندنا كميه دبل، بص الدبل دي كلها من 5,000 جنيه، 8,000 جنيه، 10,000 جنيه، 12,000 جنيه، 14,000 جنيه، 15,000 جنيه. اتقل دبله اللي هي 25,000 جنيه، لان هي تستاهل، لان هي تقيله اصلا فيها دايموند كتير. عندنا كل اشكال الدبل وكل الاحجام وكل الاسعار، ويا رب تكون اصلا حلقه خفيفه عليكم. وانا قلت اطلع لكم النهارده بدبل، مش عايزه اتقل عليكم في الدايموند، لان طبعا الدايموند كل بيس وكل قطعه بتحتاج شرح، عشان اطلع بكميه دبل واطلع لكم كمان بالترونزات التحفه دي والخواتم اللي اتجنن دي، اللي منها الخاتم ده طبعا، بس هنخليها طبعا في الحلقه الجايه. بص الخاتم التحفه ده، ده خاتم حكايه، ولسه 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 في كميه خواتم حلوه قوي قوي قوي. فلما اطلع لكم الحاجات دي كلها ان شاء الله في الحلقه الجايه، يبقى نستكفي النهارده بالدبل والحاجات اللي شفناها في الكوليهات والسلاسل، وان شاء الله اطلع لكم في الحلقه الجايه بخواتم وترونزات حلوه قوي.
ان شاء الله اشوفكم حلقه جديده من حلقات الدايموند، ويا رب تكون حلقاتنا عجبتكم، والدبل اللي احنا عرضناها كلها تكون عجبتكم. كولكشن بجد تحفه، مفيش دبله شبه الثانيه، وان شاء الله مع لمسه هتلبسي احلى حاجه واشيك حاجه. يلا باي باي، اشوفكم حلقه ثانيه.